وين مكان الألم؟ أنت مين؟ إذا كان فهم السؤال هو نصف الإجابة، ففهم حالتك المرضية واختيار الطبيب المناسب هو نصف العلاج بإذن الله، إذا ما كان العلاج كله. للأسف كثير منا يغلط نفس غلط سلطان، والسبب الرئيسي هو جهلهم بحالتهم المرضية والتشخيص الخاطئ. الكثير يقول طيب إيش هو العلاج الطبيعي؟ خلونا نسمع قصة سلطان كاملة، واللي أكيد راح نستفيد منها كلنا، وبعدها راح نتعرف عن العلاج الطبيعي. غلطة بسيطة كان ثمنها صحتي، أتمنى تسمعوني زين ولا تطيحون في نفس غلطتي. تبون تعرفون ليش أنا جالس على هالكرسي؟ في يوم من الأيام جيت أغير جرك الموية اللي موجود على البرادة، ولما شلتها جاني ألم فظيع. وبعدها ما عاد صرت أعرف أجلس ولا أقدر أمارس حياتي الطبيعية. في يوم من الأيام رحت للطبيب وقال لي أخ سلطان، أنت عندك مشكلة في فقرات أسفل الظهر؟ الحمد لله المشكلة عندك بسيطة، كل اللي تحتاجه جلسات علاج طبيعي وإن شاء الله صحتك بتبقى أفضل. وأنا سويت زي ما قال لي الطبيب، رحت لمركز علاج طبيعي ودخلت. وين مكان الألم؟ أنت مين؟ أنا أخصائي علاج طبيعي الألم هنا في الخطأ. ومن هنا بدأت معاناتي، وأنا الآن جالس أدفع ثمن غلطتي اللي كلفتني كل حياتي. ودخل علي الأخصائي، الله لا يوريكم. نعم على بطنك. بسم الله. وأنا هاللحظة مستحيل أنساها، والله العلي العظيم ما أتمناها حتى لكم، ولو أوصف لكم ما راح توصلون نفس الإحساس اللي أنا كنت فيه. النتيجة اللي وصل لها سلطان باعتقاد أنه في كثير منا مر في هذه المرحلة، وكان السبب الرئيسي عدم اختيار الطبيب المناسب وعدم اختيار مركز العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب. تخيلوا 80% من إصابات الجلطات وألام أسفل الظهر وألام الرقبة وإصابات الحوادث تتحسن بالعلاج الطبيعي. وعشان أفهمكم إيش هو العلاج الطبيعي ببساطة، التدليك ما هو هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو منظومة من العلاجات المتكاملة اللي تكون مناسبة للمريض وتوضع له بناء على خطة مناسبة من قبل الطبيب المختص عشان عنده يستفيد. الآن راح أترككم مع مجموعة من الصور بالنسبة للعلاج الطبيعي، وبعدها راح نعطيكم وين أفضل مكان علاج طبيعي وتأهيلي في المملكة. بالتوفيق إن شاء الله، وأتمنى لكم إن شاء الله الشفاء العاجل، ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. في أمان الله.